حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك حاء واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفه بني ساعده